هزة أرضية مفاجأة حبست الأنفاس. تخيل تكون نايم وفجأة تصحى تلاقي حيطان بيتك بتتهز بيك، وكأنه مشهد من فيلم رعب. خوف وقلق سيطروا على مدينة من المدن المصرية خلال الساعات القليلة اللي فاتت، والسر في زلزال باغتهم على حين غفلة. يا ترى إيه الحكاية وإيه السبب ورا الزلزال ده؟ خلال الساعات اللي فاتت انتشرت أنباء عن زلزال ضرب مدينة شرم الشيخ المصرية بشكل مفاجئ، وده سبب حالة من القلق عند المواطنين واللي حسوا بالهزة الأرضية. الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف تفاصيل الهزة الأرضية واللي ما تسببتش في أي خسائر أو إصابات. رئيس معهد الفلك قال في تصريحات صحفية إن الهزة الأرضية تصنف على إنها من الهزات الأرضية المتوسطة، واللي كانت بقوة 4.25 درجة على مقياس الزلازل ريختر، واللي كانت بقوة 4.25 من 100 درجة على مقياس الزلازل ريختر، وكانت على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ ومركزها خليج العقبة. محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على بعد 12 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ. الشبكة القومية للزلازل بتشتغل من خلال أكتر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وبقى مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر. لكن يا ترى هل في سبب واضح ورا زلزال شرم الشيخ؟ مش بعيد عننا كلنا الأحداث اللي بتحصل في المنطقة من سنة، والمقذوفات اللي بتنزل يوميا زي المطر وبكميات مهولة. أطنان من المقذوفات بتوصل الأرض بسرعة وقوة رهيبة بسبب الحرب القائمة حاليا، ومدينة شرم الشيخ هي المدينة الأقرب للأحداث دي، وممكن يكون ده هو السر وراء الهزة الأرضية اللي حصلت. في تصريح سابق وفي وقت ما كانت إسرائيل بترسل مئات الصواريخ والمقذوفات لغزة، ظهر العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس وحذر من زلزال ضخم ممكن يحصل في غزة ومناطق مجاورة بسبب المقذوفات اليومية اللي بترتطم بالأرض، وقال وقتها إنها هتأثر على القشرة الأرضية. بس يا ترى العلماء قالوا إيه في النقطة دي؟ خصوصاً إن العالم الهولندي في تنبؤاته بالزلازل مش بيعتمد على أي دراسة علمية معترف بيها. ورغم إن هوجر بيتس دايماً بيثير غضب العلماء اللي بيشوفوا تغريداته بعيدة كل البعد عن المنهج العلمي حتى لو وافقت الواقع، إلا إنهم شموا في تغريدته المرة دي ريحة معطيات علمية، وبالفعل ما استبعدوش تأثير القصف بالقنابل على إحداث ما يعرف بالزلازل المستخفة. لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أسباب ممكن تخفف القلق من خطر الزلازل بسبب القصف. أول سبب هو إن النوع ده من الزلازل قوته بتكون محدودة ومش بيصنف كزلزال. السبب الثاني إن وقوع زلزال بيحتاج لاستخدام أنواع معينة من أسلحة. في النهاية نتمنى السلامة لكل الأراضي المصرية والعربية.